أعلن في ختام المرحلة، واللي نقول كل التوفيق لهم جميعا بإذن الله تعالى. اليوم عندنا 8 متسابقين حاضرين في أمسية الشادي للمتنافسين على هذه الجولة في حلقتنا. كلنا ننتظر الإبداع اللي راح يكون على مسرح الشادي، وكما عودونا متسابقينا. البداية مع سياف بن طفلة، ويتواجد مع الزميل سعد الغرمول. أبو ناصر، أمسي عليك بالخير وأقول حياك الله. يا مرحبا يا أبو عبد الله، نمسي عليك وعلى اللجنة الكرام وعلى الضيوف والمشاهدين من خلف الشاشات. اليوم نبدأ مع المجموعة الثالثة من المرحلة الأولى، وحسب ما لمسته منهم وسمعته أنهم يتحدون ويقولون حنا المجموعة الأقوى والكروت إن شاء الله من نصيبنا، ولا لا يا شباب؟ صحيح صحيح، مراهن ولا في منافس مرة. والكروت ظنيناها بالتدبل ظني. أبدأ مع أول المتسابقين سياف بن طفلة. يا مرحبا يا سياف. الله يبقيك ويطول عمرك. يا مرحبا بكم، أسهل أمسي عليك وعلى اللي تابعونا في قناة بداية وعلى اللجنة الكرام وعلى المتابعين. ألف سلامة عليك طال عمرك، ورغم التعب والمرض واللي مريت فيه ما شاء الله حضرت ومعلن التحدي. الله يسلمكم كل باس، وادحم بجنب أمتي مهما كانت الأمور. وكذلك أول المتسابقين الليلة. الله يرفع قدرك ويطول عمرك، وإن شاء الله تشوفون مشاركة على اعجابكم جميعا. الله يوفقك يا سياف وبالتوفيق. قدامك المسرح تفضل. الان مشاهدينا الكرام مع تقرير سياف. معكم المتسابق سياف بن طفل القحطاني، العمر 27 سنة، النشأة في الرياض. من هواياتي الانشاد والشعر، طبعا من عائلة شعرية متوارثين الشعر نحمد الله ونشكره. شاركت في برنامج من أجل إبراز هواياتي، إبراز ما عندي وما أملكه من هواية. أحب الخيل وخيال، وأحب الصيد وكلها. انتظروني على مسرح الشادي يوم الثلاثاء القادم والوعد قدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميع. أمسي على اللجنة وعلى المشاهدين وعلى الحضور، وعسى أنه على أعجابكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناديت لك يا خوي الروح يا من هلي، يوم المشاعر بلج جات الهموم خصما. يا محمد النار بضلوع سناها جلي، ولا بقى منشقى في حدبها ما نما. الغالية اللي على عرش الغلا معتلي، عرش السمو ما لها إلا اللي بطيب سما. قل له بصدري سحاب الضيق، قل له بصدري سحاب الضيق ما تنجلي، إلا بشوفة خلي البلع عذب اللما. ماني خليلا ورب البيت ما شفني وانا ضامم ما مل منها الظما. سلامتكم صحة الدان.
وانت سالم يعطيك العافيه سياف. الله يعافيك ويسلمك. صح صوتك. الله يطول عمرك. سلامات ماجور ان شاء الله. الله يسلمكم من كل باس. ما ترى باس. ولا تراه ان شاء الله. طيب نستمع الى راي لجنه التحكيم ونبدا مع ابو فارس. تفضل. مرحبا سياف، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا مرحبا. سلامات. الله يسلمكم من كل باس. عسى ما شر. كفيت الشر والله ما غير الله. جاك عين ما بعد بديت. والله ما ندري هي عين ولا غيرها. لا ان شاء الله ما لك شر. الله يطول. سياف الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. حضور جميل واداء واثق. وما شاء الله تجلى قدرات صوتك. انا والله قد فاتني اعطيت الكرت، الظاهر ما عاد عندي كرت الحين، ولا كان بعطيك الكرت. الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك. يعطيك العافيه ابو فارس. وجهك ابيض ولا انت ابو فارس. نستمع الى راي الدكتور فيصل. حياك الله يا سياف. سلامات يا غالي. الله يسلمك. كان عندي ملاحظات، يبدو عندك طبقات جيده لكن ما استغليتها، ما ادري هو من الم عيونك يمكن ولا والله كلها بالله ولا في لا تعبان في الم الله. تعبان كلها اي باين عليك تبى تطلع بس ولا العين وكلها والله سلامات ان شاء الله. لا بس في اداء حيكون اقوى. انا ما اعرفك لكن يبدو لي ان صوتك جميل واخترت مقام السيكا في، وهذا نادرا من يقوله صراحه. تعرف المقامات لك فيها ولا افكح شيء بسيط؟ شيء جميل تمام، بس الاداء ممتاز وانا اتوقع انه في اقوى لو ترشحت ان شاء الله حتجيب حاجه ان شاء الله تكون تعافيت وتشافيت يا رب باذن الله. توفيق يا حبيبي. يعطيك العافيه دكتور ابو سالم. شكرا لك. مرحبا يا سياف. مرحبا ومساء. سلامات ما تشوف شر ان شاء الله. يسلمك من كل باس. دكتور يقول ما اعرفك، احنا نعرفك ومعنا في المجال من زمان. الله يرضى قدرك. واللي يعرف سياف عن قرب يدري ما هذا بداه، لكن ما عندنا ملاحظات، واللي بنقول الف سلامات وفالك التوفيق. الله يسلمك من كل باس ويجزاك خير. يعطيك العافيه ابو سالم. يعطيك العافيه اعضاء لجنه التحكيم في مشاركة البلاي باك، كله نسيتها سياف. طيب اليوم معذور يا سياف. طيب خلونا نستمع إلى أداء سياف بن طفلة في البلاي باك، والمسرح لك يا سياف. الله يطول عمرك. يا ريف العاشق انقذني، غلب ظنك على ظني، فتوصلني وتقطعني وكل يرثقي فمره. شرواك شرواك استاهل الحب منا والروح بتروح، استاهل الحب منا صرنا مجاريح والقلب ضيف طعنا بالرمح والسيف، يعطيك العافية يا سياف. شكرا لك، عسى بالك التوفيق إن شاء الله. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كان هذا أداء سياف بن طفلة وتسابقنا الأول واصل اليوم على مسرح الشادي. ونذكر كذلك مشاهدينا الكرام أن التقييم دائما من لجنة التحكيم هو على الأداء الأولي المباشر، والأداء الثاني إنما عمل مقدم من الشادي لكل متسابق ليبقى معه. يعطيكم العافية جميعا، وننتقل الآن إلى ثاني المتسابقين حسن بن